بسم الله الرحمن الرحيم. السادة أعضاء مجلس نواب الشعب، السيد الرئيس جوزي لويس رودريغيز زاباتيرو، جي بيان برونسي نيس با، السيد المدير العام لمركز التكوين ودعم اللامركزية، السيد مدير برنامج دعم المجتمع المدني بتونس، السادة ممثلي منظمات المجتمع المدني، حضرات السيدات والسادة، أيها الحضور الكريم، يسعدني اليوم أن أشارككم أعمال هذه الندوة الدولية تحت عنوان اللامركزية والتماسك الاجتماعي بحضور نخمة من الشخصيات المرموقة والجامعيين وممثلي المجتمع المدني والخبراء من تونس ومن الدول الشقيقة والصديقة. وأود في البداية أن أتوجه بالشكر لمن ساهم في تنظيم هذه الندوة الدولية، وأخص منها بالذكر برنامج دعم المجتمع المدني بتونس الذي نتابع أنشطته الهادفة في دعم القدرات وإسهاماته في تنشيط الحوار حول العديد من المسائل الاقتصادية والاجتماعية. حضرات السيدات والسادة، في إطار سعيها إلى اجتياز مرحلة الانتقال السياسي، نجحت تونس في وضع دستور جديد يكرس دولة القانون ويدعم اللامركزية ويضمن الحقوق والحريات. ونحن نعيش اليوم مرحلة البناء لعلاقات جديدة بين السلطات الجهوية والمحلية، مرحلة الإعداد لتكريس اللامركزية في البناء المؤسساتي لبلادنا وتنزيلها على أرض الواقع، مما يمكن من إرساء مؤسسات حكم محلي تتيح مجال المشاركة لمختلف مكونات المجتمع المدني وتعزز إدارة الشأن العام على أساس الحوكمة الرشيدة. إن اللامركزية مسار لا يخلو من مصاعب وعقبات في مرحلة التشريع وفي مرحلة التنزيل على أرض الواقع وتحويلها إلى آليات ومسارات واقعية ضمن أطر مؤسساتية فاعلة وناجعة. وقد بيّنت تجارب الانتقال الديمقراطي في العديد من دول العالم أن اعتماد منهج المشاركة والحوار يعد من أهم العوامل الكفيلة بتذليل الصعوبات ومجابهة التحديات المطروحة في هذا المجال. كما أن هذا المسار بما ينبني عليه من مبادئ التدبير الحر والحوكمة الرشيدة والتكافؤ وضمان التكافؤ بين الموارد والأعباء، وبما يتيحه من نقل للصلاحيات من الدولة إلى الجماعات المحلية ومنح هذه الأخيرة صلاحيات ذاتية، يسهم في الارتقاء بأداء الإدارة الجهوية والبلدية وفي الارتقاء بجودة الخدمات العامة وفي تنمية قدرات الجماعات المحلية على أن تكون شريكا فاعلا في محيطها، مما يقوي التماسك الاجتماعي واللحمة الوطنية ويدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. وإننا نرى أن النجاح في إرساء اللامركزية مرتبط بالتوفق في إيجاد الحلول الملائمة لمسألة تمويل اللامركزية، وضع الآليات التشاركية التي تؤمن أوسع حظوظ المشاركة في تدبير الشأن المحلي وتضمن نجاح العمل المشترك بين الجماعات المحلية ومكونات المجتمع المدني، وكذلك إرساء حوكمة مجالية وعمرانية تقلص التفاوت الجهوي وتقوي الروابط الاجتماعية والوحدة الوطنية. حضرات السيدات والسادة، إن اللامركزية تبنى عن طريق التدرب، فهي عقلية وسلوك وممارسة يومية لدى المواطن، وهي سعي متواصل لضمان أوسع حدود المشاركة في صنع القرار وتنفيذ السياسات التنموية من خلال آليات فاعلة وناجعة. ونحن اليوم في تونس ماضون قدما في تفعيل الأحكام والمبادئ الدستورية الجديدة المتعلقة باللامركزية والمتعلقة بالتنمية والتضامن بين الجهات باعتبارها خيارات وطنية دستورية لا رجعة فيها. وإن الجماعات المحلية لن تكون مستقبلا الفاعل الوحيد في مجالها الترابي، بل سيشاركها فاعلون جدد من مكونات المجتمع المدني والأطياف السياسية وغير ذلك من التنظيمات ذات الاهتمام الاقتصادي والاجتماعي والثقافي
التي أصبح لها اليوم مجال أوسع للمشاركة في تدبير الشأن الجهوي والمحلي، وأنه لرهان أن تنجح بلادنا في إرساء مشاركة سياسية متطورة تقوم على الحرية والانفتاح وترسيخ الحوكمة الرشيدة والمساءلة، وتقرب الجماعات المحلية من المواطن كما تقرب المواطن من الجماعة المحلية. ولا شك أن للمجتمع المدني دور أساسي في رفع العديد من التحديات التي تواجهها بلادنا اليوم، سواء فيما يتعلق بالمشكلات الحضارية والبيئية والعمرانية، وهي مشكلات لا يمكن للدولة أو للجماعات المحلية أن تواجهها بمفردها، مما يقتضي شراكة قوية وفاعلة بين مختلف الأطراف من دولة وجماعات محلية وقطاع خاص ومجتمع مدني. ومن هذا المنطلق نرى أهمية توسيع الحوار حول مضامين الإصلاح الدستوري، لا سيما وأن محاوره عديدة، سواء ما تعلق منها بإعادة توزيع الأدوار بين الدولة والجماعات المحلية، أو توسيع الصلاحيات، أو تمويل اللامركزية، أو تنمية الشراكات ودعم الآليات التشاركية. حضرة السيدات والسادة، إنني على ثقة أن ما ستخلص إليه أعمالكم خلال هذا اليوم الدراسي سيسهم بشكل بناء في توضيح الرؤى وبلورة التوجهات التي تنير السبيل لإرساء اللامركزية والحوكمة المحلية لما فيه خير جهاتنا وبلدياتنا وازدهار ونماء بلادنا. أرجو لأعمالكم التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.